مطالب وآمال متعددة يعلقها المواطن في أنحاء الجمهورية على الحكومة بتشكيلتها الجديدة. نستمع إلى عدد منها من قلب الشارع المصري. بتمنى دعم الصناعة المحلية وتطويرها عشان فرص البطالة تقل والشغل والشباب، عشان السفر بدل السفر الأول برا المفروض ننميها هنا. فياريت بس كل القصة كلها في تظبيط الأسعار بس، وأنا عارف إن دي الأسعار دي عالمية طبعاً وما فيش اي مشكله فيها. بتمنى ان الحكومه الجديده ان يكون في زياده في الاستثمار، في زياده في التطور. دايما عندنا التطور، عندنا استثمار اجنبي كتير. دايما بتمنى ان الحكومه الجديده ان يكون في اهتمام بالتعليم جدا، اهم حاجه التعليم. بتمنى ان يكون في مثلا وظائف كتيره للشباب اللي متخرج دلوقتي، وبرضه يفضل ان الشباب ان هي تهتم بالتكنولوجيا. اهتمام تعليم، اهتمام بالصحه، اهتمام بالاستثمار. عايزين الحكومه الجديده تسعى بكل جهدها وتدعم الاستثمار في مصر. اول حاجه التعليم. ليه بقى؟ ان التعليم لو اتحسن الناس كلها هتبقى كويسه، وهيبقى هيطلع جيل كويس. وطبعا يليها الصحه، فصحه الناس لو بقت كويسه يبقى الانتاج هيزيد، يبقى الشغل هيزيد، الكلام ده كله. الحاجه الثانيه بقى الصناعه والزراعه، فياريت يعني هم يهتموا بالحاجات دي. اول حاجه الاسعار، مشكلتنا كلنا في مصر الاسعار، اول محاربه الاسعار والجشع بتاع التجار وارتفاع الاسعار. نتمنى المزيد من التقدم، المزيد من توفير فرص عمل للشباب، المراقبة 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 على الأسواق. يا ريت المحافظة تكون في أولوياتها توفير فرص عمل للشباب للحد من الهجرة والهروب من المحافظة. احنا عاوزين الشوارع تكون نظيفة، الصرف الصحي في أماكن ناية عندنا ما فيش اهتمام بيها خالص، يا ريت يبص عليها ينميها. الشباب برضو يعني يكون على وعي كامل بالحفاظ على الشوارع الأماكن العامة. يا ريت قصة الأراضي دي الصحراوية، يا ريت الخريجيين بتاعت الشباب يعملنا كل حتى خريج مثلا كل واحد كل شاب كده 5 فدن يدهم له مثلا بالتقسيط. يا ريت الحاجات دي يعني تساعد الشباب على الاستقرار، ويا ريت يعني يا ريت النظافه بتاعت الشوارع. الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي، لان هي دي اللي تعبت الطرق خالص. الاهتمام بالبنيه التحتيه، القضاء على الفساد الاداري، اختيار كوادر مؤهله للقيام بالعمل، اختيار الكوادر الشابه.